بسم الله الرحمن العدال. لحظة ورن جول ذي. السلام عليكم يا الربع. عليكم السلام. يعطيكم العافية. هلا 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 وغلا. يا ابو ذهبية فردية. لعبة فردية. الكورة الكورة. شبابكم يا ابو برونزية وذهبية في ذيك اللعبة. لا لا خلي على الكورة. الكورة لازم تصير. تصير ان شاء الله زينة. بندعم الشباب. اللي يابوا في 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 القلينة مطوع، ما ابي اقول اسم لعبة عشان بعد ما حد يزعل علي. في القلينة مطوع كما يابوا الذهبية في فرنسا، بس يبي لهم شوية دعم وشوية خريدة وشوية هذي. لا لا تخلت احنا خلهم خلهم يا ود، احنا اكيد اكيد الكرة بيبون شيء، كرة ما يابوا شيء زين. الله يعطيهم العافية، بنوقف وياهم بنصوت وبنقول وبنطلع يرياتنا واحنا نشجعهم. بس تركبوا في شباب بعد في لعبه عندك الهند، ما بيقول اليد اكم بعد يابا ولا لا لا يا ود انت على الكوره كيفكم تحبون كوره بس على وقفوا قفلوا هذه لوك بعد اذا هلون. تدرون احنا ابن الذهبيه في ذي دامه صيد، والله العظيم والله العظيم. شوف ما حد يصدقني، كل دول الخليج طبقت نظام الاحتراف، احنا الحين ما طبقناه صح؟ ما طبقنا نظام الاحتراف الرياضي، ما نعرف شنو الاسباب، من حقنا نسال طبعا، لان اكيد راح يدفع بالرياضه الى الامام. قبل ما نتكلم اي شيء، 200 مليون تحيه لكل الرياضيين، تحيه كبيره لكل الرياضيين اللي انجزوا للبلد، كانت لعبه فرديه او لعبه جماعيه، وخصوصا الموظفين منهم، لانه هو موظف عنده مدير وايد حلو ورائع وجميل، حتى صورته في البوك عنده، يعني هو صوره المدير عنده في البوك، كل ما يبطل البوك يبوسه يمسكه ويحطها في البوك، لانه مرايحه، من يطرشون له تفريغ المدير وايد يحبه، يقعد يلاوي فيه، يقول انت بتجيب انجاز حق الديره، بتجيب انجاز حق البحرين، فلازم اقعد الاويك، زين، وقال له اذا تبي شيء اذا اعطوك هم تفريغ شهر خذها من عندي انا بعد شهرين، اهم شيء الديره، وهو يقول له كذي الرياضه تدمع عينه، يروح يبطل البوك يبوس صورة المدير ويصكها مرة ثانية ويحطها في مخباة. زين، ففي في في دفعة معنوية، في دعم. احنا لما نقول دعم كل عزبالهم بيزات، ليش؟ لان ما يبون يعطوني، يعني كلمة ما يبون يعطون بيزات، ما لنا نقصد بالبيزات، نبي هذه الدعم المعنوية. الرياضة في رياضات، وين كنا في كرة القدم يا الرابع؟ وين كنا في كرة القدم؟ الان شلون؟ شلون كانت ايام حمود، ايام منتخب البحرين، وايام وايام. زين الحين شنو اللي صاير؟ فاين، في امور، ليش؟ لانه ما في يمكن لا ما عليه، اسف انا اسف، احنا مو جمهور، مو بحنا للرن في الملعب، مو بحنا احنا الناقص في الملعب وبعلم البحرين ولين يروح صوتنا، مو من حقنا نقول راينا، مو من حقنا نقول راينا في المنتخب اللي احنا نشجعه، مو من حقنا نقول ان لازم بيكون في صف ثاني وثالث ورابع من وقت المدرسه. علم البحرين ما يرتفع الا برياضيين حقيقيين من البدايه. وليش نتكلم بس على الكوره؟ وين الرياضات الفرديه؟ كمال اجسام بتقول ايه لان انت تلعب، العب كمال اجسام، وين ايش كثر انجازات انجزوا كمال اجسام؟ ليش ما نشوف الهاله الحقيقيه اللي يستحقونها والدعم اكثر؟ اللعبات الفرديه وين التسليط والدعم الاكثر لهم؟ لان انا ابي انسان يروح لو شنو ادعمه، ابي يرفع علم بلادي، بس انا هذا اللي ابي. كره القدم اشوفها في شيء لازم احاول ايه بصف ثاني، ولازم ترجع قويه، لان هذه هي الروح الوطنيه اللي لازم توصل لكل محافل الدنيا. اثنين، الحين انا شلون ابي انجاز؟ خلينا نتكلم عن اللعبات الفرديه، زين، شلون ابي انجاز بالفتره والثانيه يا جماعه هذي اللاعبين لا 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 يجيب لاعبين غير زين، لان ذيل اللاعبين ما اشوفهم حققوا انجاز، المدرب لازم اشيله لانه ما حقق انجاز. سبحان الله الاداري ما يقصر، سبحان الله الاداري دائما صح، دائما هو اللي ما منه قصور. زين اللاعب خفق، خلنا نشوفه ادعمه. اعطيك اياه من الاخير، ليكون حبا في اللاعب انا، ولا ميت عليه، ولا حاط صورته بدل صورة المدير في بوكه، حبا في البحرين، حبا في ديرتي. هذه انا اشوفه مو انسان كثر ما اشوفه طاقة، هي اللي بترفع علمي، هذه الروح اللي المفروض تشتغل، مو ادعم رياضة، يعني ادعم رياضة مو قاعد اسمع اي انتاجية فيها، والفردية ما ادري عنها، مع انها هواي قاعد تنتج. بس والله. انت حرق انت.
انت كيف تحكي عن محرك انت؟ انت ده قص راسك انا ده قص راسك وين شباب قبل وين كنا احنا وين ما في هاي القلب مني قلب بس هني هني بحرين عين بحرين انجاز بحرين انتوا ليش فيكم؟ ديون نبي نعيش ديون من ما عنده ديون الله يحفظك من ما عنده ديون الله يهداك بيم صفرة شذوق الله يحفظك شنو دي طايف كستر انت شيك لازم لازم انت الحين مو بشاب بحرين عندك رياضة شفيك ليش ما تبي تلعب؟ لا نبي نلعب بس عاد شو اقول لك؟ شنو اقول لك؟ لا وليش كله خايفين؟ ليش كله يعني اللون قاعدين لا بعد شو اقول لك؟ حتى الحجم تحكون وين احنا شوف الباقة شوف راسك محرك راسك ايه محرك راسك انت حيل تقول لي تقول لي اسمع لحظة انت بعد تقول لي وطنية روح وطنية تروح تذبح روحك في 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 الملعب بعدين هديهم مديون تبي تعيش ما تعيش مو مهم تعيش ولا هم مديون ولا هم مرتاح ولا هم تارجت حتى تموت في الملعب اهم شيء تموت في الملعب تبي محرك والله لا قص راسك صحني غلط يا ناس صحني وانا نايم غلط يا ناس هي ترى مو مجرد رياضة ولا نحن نستصغر هذا الموضوع انه والله رياضة هي حل كثير من المشاكل الرياضة تحتوي الشباب الرياضة تدفع إلى الطريق السليم الرياضة تقتل الفراغ عنده الرياضة تنمي الروح الوطنية في داخله الرياضة تصنع للبلد تاريخ وتصنع للبلد حضارة لازم نحتوي الشباب وندفعهم في هذا المجال لا تكون الرياضة اللي هي المفترض تدفع الروح الإيجابية لدى الشباب تكون هي المحبطة لهم بدل ما تكون هي الحافز لبناء بلد قوي